الطرق الجديدة للحجز وأن الجمهور يحضر ويبقى ملتزم، دي حاجة كويسة، بس هو الكورة من غير جمهور زي قلتها. فكرة مثلا تذكرتي الجديدة اللي هي اتطبقت من أمم أفريقيا سهلت على الناس، يعني فكرة ان انت كنت لسه هتروح المنافذ البيع وتشتري وكده، كان في ناس بتكسل، في ناس كبيرة في السن، في أسر، فهي سهلت، ولكن ساعات بتاخد وقت في الإجراءات، يعني هي فلازم طبعا السيستم يبقى أسرع من كده، بس أعتقد ان هي يعني كانت فكرة كويسة قوي ان هي دخلت وشجعت الناس ان هي تبتدي تروح الماتشات والمدرجات وكده. والله هم عملوا حاجة تذكرتي وعملوا كذا حاجة، بس انا اقول لك ان الجمهور ده هو عصب كرة القدم، المفروض يسيبه، وفي كاميرات وفي حاجات تراقب، اللي يغلط يتحاسب، والناس كلها تقدر تدخل، مش يعني كل حاجة تتعمل بسهولة ويسر، مش لازم تبقى الحاجة مقفولة قوي، كل حاجة بسهولة ويسر، أنا أدخل وأنا راقب نفسي وفي كاميرات تراقبني، أغلط أتحاسب وأي حد يقدر يدخل. هي فيها تحديد طبعا للعملية دي، للظهور أو حضور الجمهور، لأني أنا النهاردة اما تيجي تقول لي تذكرتي والاي دي وبتاع كل ده كويس، وعلشان القله اللي هي بتندس والى اخره، الحقيقه انا شايف ان هي بتسهل الدنيا اكتر وبتخلي فيه نظام اكتر، بدل ما كله داخل يعني بيبقى فيه يعني قله ترتيب شويه وده بيعمل مشاكل، فهي بتسهل الدنيا. هي حاجات طبعا ممتازه جدا، فيها نظام لعودة دخول الجمهور، نفس الشيء بيتاخد كل الديتيلز والبيانات بتاعة الشخص اللي داخل ده، فطبعا في نظام في أي مكان طبعا بيسهل أكتر بكتير. هي فكرة مش رائعة بس، ده هي فكرة أكتر من رائعة وأكثر من ممتازة، لأن دي قضت بأمانة وبصورة كبيرة جدا على ظاهرة السوق السوداء وارتفاع أسعار التذاكر برا أسوار النادي، فبصراحة فكرة طيبة جدا. الحقيقة شايفة أنها أكثر من ممتاز، هو كان التطبيق العملي في بطولة أفريقيا وخلافه الحقيقة هو ده المفروض تبقى السيستم بتاعنا في عودة الجماهير، لأن الملاعب من غير جماهير من غير روح.